يلا بينا. على من يجب حج المرأة المتزوجة؟ على الزوج أو الزوجة، علما بأن زوجتي تعمل. إذا كانت الزوجة تعمل وعندها استقلالية في ذمتها المالية فالحج في هذه الحالة واجب عليها. أما إذا كانت لا تعمل والزوج متيسر في هذه الحالة فيعني من باب إكرامها أن يساعدها في مسألة الحج من مال إذا كان قادرا على ذلك. تمام، جزاكم الله خير. بقى هنا السؤال دلوقتي اختلف ازاي عن اسئله اللي بيسالوا عن الخدمه؟ ايوه، يعني ده ما جاش ليه في الخدمه الاخر، يعني الناس بس تميز ان كثير من اسئله النساء هل تجب خدمه الزوج على الزوجه وام الزوج على الزوجه. طيب دخلنا دلوقتي ادي في اسئله الحج، السبب هنا اللي بيخلي الناس تسال ايه؟ الناس طول ما في ود وحب وتعامل بالمعروف محدش بيسال ايه اللي ليا واللي عليا، يكون همه ازاي يسعد الطرف الاخر. نعم، وشو بيت علما بان زوجتي تعمل، فهنا بيسال لان بتعمل. لو طيب لو الزوجه دي بتحط المرتب في البيت وتصرف هيسال الزوج السؤال ده؟ غالبا لا. السؤال ده بيجي في حاله ايه؟ الزوجه بتعمل والمال ليها هي ولا تساعد في البيت بيه وعايزه تحج. تمام، هنا لما تخش الماديات الناس بتقعد تسال ايه اللي ليا واللي عليا واقفين لبعض، حق وحق. لما تدخل الرحمه والموده والسكن كما قال تعالى يعني جعل بينكم مودة ورحمة. ورحمة، نعم، يحكمها المودة والرحمة. صحيح، محدش بيسأل إيه اللي على إيه اللي ليا، بالعكس إيه اللي عليا، الكل بيسارع في إنه يقدم أحسن حاجة يعني. نعم.